ألم يوظن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيصبح الناس يتبايعون يوظن الصغنزن وزنتقم تجارة فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا الدرجة يا سيدي يا رسول الله نعم إن شطة وضجن الوقت تفديو ذن تقن تجارة يكويا تزجن يكويا صغن يخويا إجن زيسن ويتهدي الأمانة السنيت اللي ثني وحريا إقارس تقذلم مليح السنيت اللي انت تعخص إذن زي استغراء إنش النبي صلى الله عليه وسلم مرد وضجن الوقت أتفديو ذن قانس قد جان ويفراني ذي سيجن بنادم الصباح أمين روح هندين تم ويفراني روح قد جان ويفراني قد إني بنادم أمين يعني عملة نادرة يعني ملاث في ذي الأمان ذي شيء الجن من عليه استفسن ذي ران التغمس حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين مين ما تخدم ذي شكغوني روح خدم غفران فغ ثاني انت خدم غفران ونك هيتخجص نيشان مين ما تخدم ذي شكون لك شخصا فران تعوان نص الله عمرها سلعة لا إله إلا الله ثم يقر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال أرغى يوضن ذين يوذن للرجل ابن آدم ما أجلده ما أظرفه ما أعقله يا خان ابن آدم من غير ذور ذي ذور النفاق والعياذ بالله صفت النص هذا استني إذا غاس جغي وجيرن انت وهيك إذ مشينا نمجان ولا حول ولا قوة إلا بالله أسينين يا خان ابن آدم شحال الصباح ذي استيقاظ رمومن ويختي الصلاة ما أجلده ما أظرفه ما أعقله يقارن النبي صلى الله عليه وسلم وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان سواثين إذا شغي عجبن ولكن أذخر إخوة أذخر وذي سينشتني وزن تزاثن الإيمان يقارن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من هذا يوذن 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 قان قفرا ويختير وقت قفرا ويختير فجاع ممشي الجمال وتقق وذي غتقق لا تحس النبي صلى الله عليه وسلم من إقا كما في صحيح الجامع قال أول ما يرفع من الناس الأمانة من غير واف عند مزوى جاي وذن الأمانة الجني تشاو النغني الجني يخون النغني وخ آيزك تمغها النس تمغها كوايز النس أشريش كذو شريش أخدمك النغاي خدم ولا حول ولا قوة إلا بالله أول ما يرفع من الناس الأمانة زيد وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة آخر من غير قيمة الصلاة من غير يقعن يا سيدي يا رسول الله قال ورب مصل لا خلاق له عند الله تعالى شحان يوذن تزجر وحتين الوقت ما شوى غاصا والتعس ولو ذي الآخرة لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم يوم القيامة نزيد تفل بن أذن يتزجى يتشع يتزجى يمجى يتزجى يتخرق يتزجى الشيقر عباد الله يتزجى شهادة مع وسيشة مش يتزجى ونتيري قر النبي صلى الله عليه وسلم يوذن تغيما في حيرة قرش وخزاء قيت حشخصي ربي لا وإنما النبي صلى الله عليه وسلم إن شو رب مصل لا خلاق له عند الله تعالى شحان يوذن يتزجى مش واه تنفع الصلاة والتفنوال يوم القيامة أيها الأحبة في الله لا أريد أن أطيل عليكم ولكن لا بد من هذه الكلمات الخيانة طريق إلى النفاق بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان غارت في ابن آدم يدخون الأمانة بعدس والنقل الصفات زي الصفات المنافقين نفاق عملي واه ماشي تغتقمت المنافقين نفاق العقدي وبعدس لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له الإيمان يجتمع وليس الأمانة يدخون الأمانة انتغامن ويزروها ونيت واذيس والإيمان يكمر ونيت الإيمان نستغم بنتسين فتوها إذا لم يكمل إيمانه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا دين لمن لا عهد قدمت لكم هذه المادة من موقع
الإسلام نور. الموقع الإسلامي.